نجوم المرسي. صباح النور رمزي. بخير، تحية ليك عفيفة، تحية ليك كل سادة المستمعين الكرام. كالعادة اليوم الخميس، أو اليوم الأربعاء، عفوا اليوم الأربعاء اللي هو مزروب على الجمعة. لخاطر الأسبوع هي فات سريعة، يعني شريتك النهار دوارة ولا ليه؟ إن شاء الله أيامتنا كلها حلوة. شريت دوارة؟ ألو؟ من السوق بس ما عادش الحقيقه انا مش هنا. شريت المدام. المدام الحقيقه لا وهو كذلك انا والمدام. انا باش نسالك حاجه اخرى. شوفنا اسمعني، شوفنا في ثنيتك فماش زيوان، خاطر بعد الدكتور بحذانا، خاطر باش نحكيو على زيد اليوم الماكله نتاع العصافر. يا رمزي اللي عنده عصافر في الدار جو تو باش يسمع العصافر. نلقاهم في موسم الباي. العصافر ماكلتهم ماكلتهم الزيوان. خلينا نشوف نمشيو الماكلة، نمشيو الماكلة تاع المواطنين ومن بعد نمشيو الامور الاخرى. عفيفة السوم نتاع 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 الطماطم مازال هو بيدو تقريبا في سوق الدندان، معناها نتحدثوا على 3200 و 3500 بالنسبة ل 8 كيلوغرام من الطماطم. ما فهمتش فما ارتفاع، مازال متواصل الارتفاع نتاع الطماطم. البطاطا سومها فما شكون يبيع ب 2000 وفما شكون يبيع ب 2200، دونك ما عادش نحكيو على الدينار و700 السوم اللي حددته وزارة التجارة. نحكيو على الفلفل، الفلفل اسوام فما ب 2500 وحتى 3000 نتحدث على المسكي وعلى الحلو. الخضار الورقي كل 500 مليم لهنا، نحكي على مثلا كسوا المعدنوس ولا الكلافس ولا ايضا السبناخ ولا الفجل كلهم تقريبا ب 500 مليم. السفنيريا دينار و100 بالنسبه للسفنيريا، وبالنسبه للبصل موجود بصل احمر في حدود دينار و700. نتحدث زاده على الحم البرشني موجود، يعني علوش موجود في حدود 30 دينار. وبالنسبه لل معناها الهبره عجل نتحدث هنا على البقري في حدود معناها تقريبا 29 دينار. الكتلات موجوده بالنسبه للحم البقري موجوده في حدود 27 دينار. الصدره موجوده في حدود 21 دينار. اللي حب كبده بقري موجوده في حدود 33 دينار. الحم الراس موجود في حدود 15 دينار. اذا نمشيو شويه ونقاو بالنسبه للمركز، مركز كنا نذكره سومه في حدود معناها 15 و20 دينار، قفز الى 25 دينار، وهذا طبيعي يعني كي يزيد سوم الحم اوتوماتيكمون المركز باش يزيد سومه، لانه معناها يتحذر بالحم، دونك اوتوماتيكمون ماهوش غريبه برشا. بالنسبه لحم الدواجن، الدجاج بعد ما كان نذكره كل وصل حتى 15 دينار وصل 10000 للمعذره وصل 11500 و10500 نذكرها في مارشي سونترال، يرجع لسومه شبع عادي اللي هو 8200 بعد ما كان في 7000. دونك نجم نقولوا ان بو دو ستابيليتي بالنسبه للدجاج، هذاك هو الماء الاخير يدخل لي بعد غلاء الحم. السكالوب كي تقول الدجاج السكالوب في حدود 19 دينار بالنسبه للسكالوب، وفما شكون يبيع 16 و500. الحوت الموجود كهو، الحوت الموجود اذا نبداو مثلا في علاقه بال دونك المرجان موجود ب 5300 بالنسبه اذا نمشيو اللي السردينه موجوده ب 6000 بالنسبه للسردينه. دونك بون سوم لازم تقول شبه معقول. اللوراتا موجوده ب 27 دينار بالنسبه للوراتا. اذا نمشيو شويه ربما نروحوا نعملوا مراوحه بين الحوت والغله، المدالينا موجوده بزاد غاليه شويه في حدود 3300 بالنسبه للمدالينا. بالنسبه للرومان فما شكون يبيع بدينار و600، فما شكون يبيع ب 2000. بتبيعه التفاح حدود 3200 بالنسبه للتفاح. هذه السله شنو اللي عطاتنا اليوم؟ مازلت عنا نقص، مازلت عندنا نقص مادام فما غلاء الاسعار، دونك اوتوماتيكمون من غير ما نفكروا برشا فما نقص نتاع منتوجات في علاقه خاصه بالطماطم والبطاطا مازالوا غاليين، دونك فما نقص. ان شاء الله بالتواصل المنتوج الفصلي ان شاء الله تتحسن الامور. ايضا عندنا نقص في تونس في علاقه بالحليب الى غير ذلك،
الحليب مفقود وحتى الموجود في حدود معناها ما عادش 350 موجود الحليب الاخر اللي هو في حدود 2200 ولهنا ربما نشوف من الصباح بوبليكاسيون تتقال سوغ فيسبوك يقول البقرات اللي ينتجوا في 2200 مش هما البقرات اللي ينتجوا في الدينار و100 يعطيك لا والله اللي حير يا زميلتي عفيفه وسده المستمعين يعني اللي حير كي تمشي انت السوبر الجراند سيرفاس معناها الفضاءات التجاريه الكبرى تلقى اليوغورت موجود وي والحليب مصنوع باش واليوغورت مصنوع بالحليب اون كونتر بارتي لا الحليب مش موجود لهنا شنو نقول لهنا انا نقول نقول معناها هل بغض النظر عن مشكله العرض والطلب ومشكله التكلفه اللي غلات في علاقه بالاعلاف في غير ذلك والفلاح ولا يبيع بالخساره دونك يقعد يطلب من الدوله انها تسمح له باش تقبل منه لا الحليب ب 500 ولا 600 مليون باش ينجم يغطي المصاريف نتاعو. السؤال هنا زاد اسكو هذا هو سبب الفائض هذا هو ماذا بينا يا في نقطة أخرى بربي نعم. ديما أنا راني ديما نقترح عليك على الهواء لا 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 بالعكس نشوفوا نتابعوا موضوع الحليب هذا وين وصل وين باش يوصل باش نقول لك حاجة ولو أن سمعنا أنا كان معانا في غضون الأسبوع هذا طبعا مدير جهوي للتجارة سي سمير خرفاوي بنابل قال أي. أنه مازال يمكن مدة شهر مازال الغصرة هذه نتاع الحليب راهو يحبلها شهر قدام انا باش نقول لك حاجه شوف بالعين المجرده ونحكيو ايكونوميكمون بارلون احنا في تونس اذا فتحنا رمزي لو سمحت او ندره خلينا نقول ندره نتاع حليب ندره نتاع حليب معناها ما فماش انتاج باهي ما فماش انتاج هذه الحاجه الاولانيه دونك الدوله وهذا على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومه اكد في عديد من المناسبات ان الدوله سوف لن تذهب الى الحل السهل اللي هو توريد هذا حتى هو قال لنا السي سمير خفي نفس الشيء ماهيش باش تورد عندنا مشكله باش تقعد شويه المده الجايه وي يعطيك الصحه وي فوالا لكن الخوف شنو هو الخوف انا عندي اصدقاء يعملوا في المحلات في الفضاءات الكبرى يا غير ذيك يقولوا لي بانه ستوكاج او نيفو دو ستوكاج قل برش السكاج الكبرى قل برش هذا يعني اللي يعطيك صح هذا يعني انه الايام القادمه احنا توا عندنا مشكله نتاع نقص دونك تاع التلقى ساعات ليه ما نحبوش نوصلوا لانه مرحله ما عادش نلقاو جبنه وهذاك علاش نقول السؤال لهنا ما عادش مشكله نتساوى معناها الاشكال الوحيد الاشكال في تعفيف الاشكال الوحيد اسكو هو في نظره الانتاج واسكو ما اي واسكو مشكله هو في معناها الفلاح انه ما عادش يلقى روحه في انه يبيع بالخساره ام انه هناك مشكله اخرى هذاك علاش يظهر لي ما نعرفش يظهر لي صناع القرار في تونس ما فيها باس كان يحكيو مع صناع او مع منتجي الحليب يحكيو معاهم يسمعوهم ربما عندهم حاجات اخرى يحبوا يقولوها نرجعوا للموضوع هذا باكثر تفاصيل رمزي في فرصه اخرى يعطيك الصحه زميلنا رمزي العياري مراسلنا نشكرك برشا يا رمزي